بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم، وعلى من سار على نهجه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وهدى. ودرس جاني تضبط وكم ده دروستي تحنها هيد كتابك صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم كأنك ترى. وحين مركب كل حشرني صلوات كي شنتها بين وحين سوشا جني تلاوة رسول صلى الله عليه وسلم وآخرين شري صلاة كستا محوس نهو أها وأيو كتاب كانوا حكوسا بسيني هاي نبي صلى الله عليه وسلم سيدو أتوكان شري إي هديك سيدو أهاي نوات المام شيخه وحينو نسوات المام مركع صلواتك خمسة أها هل كم حينو كسو قلينا صلاة الليل صلاة الليل أي نكا قلينا وكان صلى الله عليه وسلم نبي قوحا وها ربما جهر بالقراءة فيها مرمر وحابدي عجرتي إن أمركا كرء قاضو أخرسك إيا قرآنك وكتكنا إيا صلاة الليلك وربما أسر مرمرنا وحادي عجرتي إن أبا إسكسر إستغوه هوس أخري يقصر القراءة وحوقابين شري أما يقصر بده يقصر القراءة وحوقابين شري أخرسك فيها تارة مرمر القرآن كنت كان أيو قابل شري أو قرآن ير أيو مركا كنت كان شري ويطيلها أحيانا واختي يكلنا وأديرين شري ويبالغ وحانب كحيل ديران شري في إطالتها ديرين تقرآن كنت كان يصلاة الليل كأيو كحيل ديران شري أحيانا أخرى واختي يكلنا مركا حلقا إنو غموغتا إن النبي صلى الله عليه وسلم هدي جيسو أنو مل قرة تاجنين واختيار قيبت صلاة صلاة الليل كنت كنيو قرآن جابا أما قرآن ير كنت كنيي واختيار قيبت وديرينيي واختيار قيبت وكر قاذيي أو تلاوة ذاتك جوري بتشوقة أي مقليين قرآن كنت كنيو واختيار قيبت وسريسنيي أو هاس وآخرينيي حتى قال عبد الله بن مسعود عبد الله بن مسعود بوحو يدي صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم وحان لتك ذي النبي صلى الله عليه وسلم ليلة هبين بان لتك ذي فلم يزل قائما دب ذينا النبي صلى الله عليه وسلم كموزول إنو تاغناذو أو صلاة أتاغناذو حتى هممت إلى أن كهمي بأمر سوء وحننا سمعي وحوي النبي صلى الله عليه وسلم بان لتك ذي عبد الله بن مسعود نن دلني رابو اها نبي غن نين وين او مركا دي كنتميهدي كو جيرا ايو اها داداس اسغو نبي صلى الله عليه وسلم كو جيرا ايا تلاودي اي قرانكي او ديرينايي عبد الله بن مسعود دلني رايه او ادكيسن كرواي دبدنا وحن كو هميي بيد وحن ان سميهو وحن لو ويدي قيل وحن لو ويدي وما هممت عبد الله يوم حد كهم مدينة سميسيب قال وحو إلي هممت أن أقعد وحن كهمي أو كفكري إن أن إسكب فريستو وأذر النبي صلى الله عليه وسلم نبي قنا إسكب دائيوها تاقناد إيادو أي برنانتهي صلوات كالسنها قفكو إنو فردي كتو كنكرو أيو عبد الله المسعود وحردي بسنيا نبي قيو تاقن صلوات ربي وسلامه عليه إنو إسكب فريستو مركا وحن بقوت الماما يا أرنتا وحننا معها وحننا معها هير كاسو النبي صلى الله عليه وسلم مركا تلاوذي سي وقتها إنو دارايو أيو مركا سيدا أسمين شري صلاة الليل كسابتا صلاة الليلكو وصلاة دي انت أوذي سائي تكنيسو داتك كلا تكني آنات دي باين أدوغو أما أدقارو تكنيسي أما عيد مركا دي آنات كل دي باين أي كلا تكنيسو مركا إنا دارايسي وحد باتا ملهوي وين؟ وقال حذيفة بن اليمان حذيفة هو حويري صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم نبي أيان لتكذي
ذات ليلة هبين هبين نذا كميد أه فافتتح البقرة سورة البقرة أيوب باللاضي فقلت وحانري يركع عند المئة مركأ بقل آية دود قارو أيو ركوعيا ثم مضى وأبو سي سعضي فقلت وحانري يصلي بها سورة البقرة أيو كنت كنتونا في ركعتين لبرك عضود لبرك عضود بابو كدك دونا يو وكل ما يستير دونا فمضى وسي سعضي فقلت وحانري يركع بها ركعتك وباد بابو كل ما يستير يا سورة البقرة او دبينا ركوعيا ولا بجزية بد ثم افتتح دبينا النبي صلى الله عليه وسلم وحو بلابي النساء سورة النساء بلابي القام حاكا قام وقانيا ركعت كلي ادو كتشيرا سورة مركز اخريد انا سورة كلين اخرين كرتيد اي بنانتا محوكا بوضي سورة آل عمران تسلسل كي اما قاب كي او قرآن كو اسوحي حيقاي امو اخرين سورة البقر ودمي سورة النساء ايو بلابي فقرأها نساء ودمي كدب ودب سورة النقضية ثم افتتح آل عمران سورة آل عمران بوهدنا بلابي فقرأها اينا او اخري يقرأ مترسلا وحو قرآن كاكو أخرين يساقو أو دقن قرآن كاسيد دقن وآخرين يأو دق دق أنت لا ودي سؤحين بكو أخرين إذا مر بآية هدي أصمر آية فيها تسبيح سبحان الله أما تسبيح أي كترتو ها سبحان الله سبح سبحان الله بولها ها ها سورة يسبح إيه أي كترتو إيه سبح إيه ميلها صورنا آيات كأي كترتو تسبيح لاسو سبحان الله لها وإذا مر بسؤال آيات دعائه هدي وصومرنا سأل إلهي بوحويجي سني ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه ربنا إننا سمعنا مناديا آيات كامرك وصومر إلهي بمركا ويجي سني ودعي سني وإذا مر بتعوذ آيات إلهي وحلقما قنقل يومك وصومرنا تعوذ إلهي بك مجنجلي ثم ركع دبده نور ركوع ركعت كلية أيوم حوكت كذي سورة البقرة آل عمران سورة النساء صدح لا سورة وركعت كذي حوكت كذي وقرأ ليلة هبين نوحة وأخرية وهو وجع يسقو بكاء حنون سنية السبع الطوال أما السبع الطوال السبع الطوال تدبده قادر بأخرية ها تدودي سورة دود أو أن سورة الماني أقول على ديرا قرآن كي يقصر هي أي أخري وكان أحيانا وحو أها مرمر نبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في كل ركعة ركعة كستمتك أخرية بسورة منها سورة كم ركعة هر البقرة أخرني تلبات بو آل عمران أخرني تسدحات بو النساء أخرني يعني وحي كتو سنيسا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل كأتكني صلاة دق دق إيه إيجج إيه هردا إيه هاي سيا ما يعين صلاة وكرة هاي سنة يو تكشدة ذا إيه هاي قرآن كأخرنا يو ودن سنة يو آية ذا هي معناه ذا إيه هاي ها وحق النبي صلى الله عليه وسلم يري إيه كرة هاي وأن صلاة هاي مجرد أرحنا بها يا بلال ها بلالو نو كرة هاي صلاة ها علماء دي سلف كان نكمل ذا إياه وحلاج سوريا inuu yiri afartan sanadood ayaan salaad dadaal iyo ijtihaad kula jiray oo marna ay jiidanaysay marna aan jiidanay salaad markaynu galmaxayna sameeyna dunida dhameynu ka fikirna nolosheena waxaynu u baahnay waxyaabahi inaga dayacmay bal waxyaabaha ka lumay xitaa waxaad ku xasuusanaysaa salaad markaad gashid markaas aad kala xisaabinaysaa in bay ka sheegan Soomaaliyo ganacsada wuxuu yiri ragcad baa laga tagay salaadii markaas la yiri waa sidee ragcad laga ma tagin markaas imey waa laga tagay maxaa dhacay baa la yiri wuxuu yiri marka baan barbara ka reeri jirayo markabkii isagoo aan ku soo noqon ayaa salaadii afartii ragcadood ka baxday marka ragcad baa laga tagay muxuu sameynaya niyadiisa baxaysa wuxuu yiri nakan marka salafka kamid ahaa afartan sanadood baan salaada ku dhex jiray oo salaada marna ay jiidanaysay marna aan jiidanay ku dadaalay muxuu sameynayay ragcad kasta waxa uu akhrinay u dhadhansanay shaydaanku iska naaray oo iska celinay naftiisu la dagaalamay nafti way tarbiyowday oo way baratay afartankii dambana waan ku raaxaystay
أفرتن كده منا وأنكر راح يستي بل علماء السلف كان كم إذا حلقة سورية إن ليري لقطة حنون كان كان كرد ليري هذا أي كجلي طبعا لقطة والوتر يا بالي سي من شرط إيه وحن أنا أدري من بنشي إيه وحيابها مركا دلين كحية هالغسيو وحيل وحس عقلي يك حين ما يها عقلي أنواع نعمة إلى هاي السيء بيوري أنا أسكك حي أنا مرة بو وحد سمي سان صلاة دن جلي مر كان صلاة جلو وحد من دان سمي وحم أوجي صلاة دي بو جلي لقط بالله شري سدي لو شري أم مركو يربيك بحي سو حي ولقط سالو نما يست إنك هذا يربد إنه مدو هدي أي مال يري إن حنونته وندري منه سو نيدني ولا ما كم قن مركا نبي صلى الله عليه وسلم صلاة أول راح يسنا يردن وأبو هيوي وياه وقرأ ليلة هبين النبي صلى الله عليه وسلم وحي أخري ونشرني وما علم لم أجان هذا وهل كانوا أسعني بما أنت لو إن سؤال شيء مسكوي دينيني وما علم لم أجان أنه قرأ إنه النبي أخري صلى الله عليه وسلم القرآن كله قرآن كأوردن إنه كنت كذي في ليلة هل هبين قط ولي أنت أسي أهل مهمة وهي قرآن كأنتو بلابي إنو كدمي هل هبين مرنا بالنبي قال لك مسورين صلى الله عليه وسلم هدي هو ناكسن أولا راعنا وهدي النبي صلى الله عليه وسلم بل إنه لم يرضى ذلك بل أغمورها لنق النبي صلى الله عليه وسلم أرنت إنو هبين كدمي قرآن ك لعبد الله بن عمرو بن العاص صحابي سوي دي قال لي أغمون نقن حين قال له روايات في ليا إن عبد الله بن عمر أي تلمامي إنك ويدي سني إن القرآن دمائيو لكن لك عبد الله بن عمر قول لي إنه كدمائي هل هبين أغمورها لنقن النبي صلى الله عليه وسلم حين قال له مركو كيلي أقرأ حكيلي اقرأ القرآن في كل شهر القرآن كوحى لما يسترتاء أخر ذا بشيبة هالمر قال وحويدي قلت وحانيدي إني أجد قوة رسولك إلهي أود بان هيا إنتا كبدا مانكو آخرين كرا قال وحويدي فقرأه في 20 ليلة كو أخري لما تنهبين كرمي قال وحويدي قلت إني أجد قوة وحانكو إلي رسولك إلهي ولي أود بان هيا لما تنكير مانكو آخرين كرا قال وحويدي فقرأه في 7 تضب مع الموض كل ما ولا تزد على ذلك انت انا هكا قرني تضب مع الموض قرآن كل ما وأفر جزئي بعد ما لها أخر انتهيدا انت انا هكا قرني ثم دبدنا رخص له دبدنا وحوه قال هذا النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرأه إن قرآن كل ما في 50 مع الموض إن كل ما ها ثم رخص له هذا نوح وقال عضي أن يقرأه في 3 كل ما يو مركز نوح وعد سنه انتا كير بان أودا دو نسدح مع الموت أيو مركز وقال عضي ونهاه وحان أديدي أن يقرأه في أقل من ذلك انتا وحير نفاقه وما ننتي هبين كيرا الأخرين تبنجز كبدا ها أخرين أيو كيري وعلل ذلك وحان كل علي سببت أيو نبي صلى الله عليه وسلم أشيغيا وليه قرآنك سدح مالبود وحكيرهك أخرننا في قوله له هذا الكيئها من قرأ القرآن أفك قرآنك كأخريا في أقل من 3 وحكير لم يفقه أفك سيما فهم قرآنك مو فهم صوت أدقدق بكتشير دقدق أيا كتشير أود بن آدم كمركا إن سدح مالبود لغودة ما يا أويا تضبط أنا أوفي عن لغن كيني هرنا سبع بل أورين شري ويك بقرآن كله ده من شري مالين كستا قرآن الأخريو أيه لهاي شري سبع سبتي سبع أحد سبع اثنين سبع عسل كله ده من شري تدوا ده معلومات بل كله ده من شري تذكر أهل القرآن كهاي قرآن كآدم كأدل فدي شري وفي لفظ كلو حديث كأوحها لا يفقه من قرأ القرآن في أقل من 3 لا يفقه ما فهمه من قرأ القرآن قفك قرآن كهو أخريا في أقل من 3 سدح وحكير سدح لا سدح بين قوم كرتا سدح معلومات بين قوم كرتا
مركا وحكي إن لغو أخريو. ثم في قوله له سيدو كالي النبي صلى الله عليه وسلم وحو تلمامي حكمتك علي أو كجرتا إن أن لفهم إن كسوكو وحو النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن لكل عابد أفكستو إلهي عابدا وحو ليهي شرة في الفرعوني ولكل شرة في الفرعوني كستاوحا أي لاذاهي فترة دال بيلاذاهي أفك ولي أود أؤمن كحيو مركا أودا ما هيني مربو كسو داليا أو مركا وكنوغيا وحي وسمينشري فإما إلى سنة هدبا في الفرعوني ذي آد هيسي مركا يسو يراتو إن اتماد وح سنة وإما إلى بدعة أما وح بدعة إن يتكتو لبدا مدوم بين قنيسا فمن كانت فترته قفك مركا دال كيسو أويهي إلى سنة سنة أكسو دالو مركو سو دالي وحبدا بوسمين شري وحكسو نغضي وحسنة وافق سنبو نغضي فقد اهتدى قفك سوى هنوني ومن كانت فترته قفك دال كيسو نغضي إلى غير ذلك وحان انت أهين فقد هلك وهلك سمي عبد الله بن عمر أما عبد الله بن عمر لبدا مدبو أها النبي صلى الله عليه وسلم وحو كعود صدي إنو وحبدا أخريو وحبدا نقو كتو كدو وحلت الماما إلهي سبحانه وتعالى دكو عمرك أبيرين وكمن نقضي إلا النبي يقول كل رسولك إلهي وحوان أوداي وحول مكة ويلوبي وحانت على استهدان قادن لها النبي صلى الله عليه وسلم رخصتي ويسيري إنت أكو أخريو إسكده إلا إنبان إسكو إلزامي إنت أنا أخرين يا أباني لي هاي أخري بأليين مركو قبوي وأودي واي مركا إنتي أخري سكبتنا وأودي واي أما صلاة الليل كبتنا وأودي واي ولذلك سيدا أوجد كان صلى الله عليه وسلم نبيه لا يقرأ القرآن قرآن كم أخرين شرين في أقل من ثلاث وحسد حكاية حديث كدنب علماء ويع الليان وضعف بيكو الشيغان إمام الألباني وكتاب كان ألفين وحكسه صاري سلسلة الحديث الضعيفة أرديني سبحان كسو وليان إنه يده هلا قصاره صفة صلاة حديثها في أقل من ثلاثين ضعف وقت الماما مركا حديث كنوا ضعيف هي أيوة الماما أركان يربر رجنا ولا جمران وكان يقول حكلا النبي صلى الله عليه وسلم رنشري من صلى في ليلة أفكها بين كت كذا بمئتي آية لباب قلوا آية ذات فإنه يكتب قفك وحلو قراء أما لغو قراء من القانتين ذاتك إلهي سبحانه وتعالى درتي أتاقن أو استاقي المخلصين إلهي سبحانه وتعالى إخلاصك إيادا عدن ماذا إيا مركا برح لآن تعبادة أليمي أيا لغو قراء أي يري وأيه مركا موضوع وحانينك أرقني إن قرآنك إنت لغو دمين كرا أما أقوى ناكسني أي تهي هدي هذه سلف كن أبطنا هذه بالغرة ما ينكره أنت أقول في عن أي تحي ضد كونك سن ذلك بدن هيانا إلى ويك مرها أي كده ما ينشرين قرآنك لكن إن هالمر حقعد كلي الغرة ما يو أما هالفرد الغرة ما يو أنا يا هين هذه سلف كي رسول صلى الله عليه وسلم مدنا بكسو أروري سوت قرآنك وحياه الله أخنا يو حاكم ده إنه يتدبروا إلهي سبحانه وتعالى وحيدا فلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا آياتك لله سبحانه وتعالى وحكوت المامي أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها مركا تدبر إيا قرآنك إن لو فيرسد معنيه سألا ندنسد وهدف لقم مارمان أي تهقفك إنه سمايو مركا القرآن أخرين يهدو أهكو إن تدبرك سيئو التقي خشوع سيئو التقي ودالي إنه إسكتشوشيو ومركا أصو يرنسو من برقي أصو قاط أيا ونكسن ونفتا وحاني أوذن إن الله صار أيا ونكسن وكان وحوها رسولك صلى الله عليه وسلم يقرأ من أخري في كل ليلة هبين كستا وحو كنت كنشري ببني إسرائيل سورة ليلة بني إسرائيل وسورة الإسراء أيو كنت كنشري والزمر يا سورة ليلة الزمر أيو كنت كنشري النبي صلى الله عليه وسلم وكان يقول وحو ورنشري من صلى في ليلة قفكها بين كنت كذا بمئة آية بقول آية كيورا لو بقول بؤها كروا بقول لم يكتب لقمق ورقفك من الغافلين ذاتك موقنا ياشا أهي غفلة كتيرة لقمق ورق
وكان وحوها أحيانا مرمر رسول صلى الله عليه وسلم يقرأ من أخريا في كل ركعة ركعات كستا قدر 50 آية وح إلى كنتن آية ذوذا أيوكو أخرين شري أو أكثر أمك هبدا. وتارة مر نوحوها يقرأ من أخريا قدر يا أيها المزمل سورة المزمل إن لأك أي مركا ركعات كتكني. وكان وما كان مو أهين صلى الله عليه وسلم نبيه يصلي الليل كله أبينك أوردن متو كذا أبينك أوردن متو كذا مو أهين نبي صلى الله عليه وسلم. إلهي سبحانه وتعالى نمركو فري وحيا به الله فري أبينك أوردن مر ما أهين يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا أبينك استاق وحير موية نصفه أو ينقص منه قليلا كبر أبينك أما وحير كيري أو زد عليه أما كالبر وحك بذن أنت صلاة المامي لما أردن هبينك أردن تغنو وصلاة تغنو وأيه إلا نادرا لف موي لف إنه تغنى ذو موي ما أهين هديك النبي صلى الله عليه وسلم لغي يقاني. فقد راقب عبد الله بن خباب بن الأرت صحابيك هلكاس عبد الله بن خباب بن الأرت صحابي ما أهين أبو عبد الله إنه إله ذو يا شيخا مناسب أهي سببته أبيه خباب بن الأرد أي أها صحابي أها أبو عبد الله خباب بن الأرد أي وحى مركع وريي وكان وحوى قد شهد بدرا تتكي بدر كغيب قلي أيو كمدها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك إلهي وحو وريي أما أركي ومركع إيش كهي إنه رسولك صلى الله عليه وسلم استاغي الليلة كلها هبيندن هبيندن ما أنت إنه تكذي أيو مركز صحابي سوري. وفي لفظ كلا نوحوها في ليلة هبين بو مركز صحابي قاسي إلى ألي والنبي صلى الله عليه وسلم داواني هبين كاسو صلاها كلها أولا تكذي النبي صلى الله عليه وسلم تكني أيو مركز إشكو هاي إيقاي طبعا نوحوها في هبين كيوردن إنه تكذي حتى كان إلاء وها مع الفجر سلادي فجر والنبي صلى الله عليه وسلم لتكذي. فلما سلم مركي النبي صلى الله عليه وسلم سلادي فجر كبحي من صلاته سلادي سا قال له حويلة عبد الله بن خباب أبو عبد الله باصحة يا رسول الله رسولك إله يوم بأبي أنت وأمي هو يضي يا بهيب أنك قفرتي لقد صليت الليلة وحاتكتي حلي أما عاوة أما هينك صلاة صلاة باتكتي ما رأيتك آنا أرق صليت نحوها مثل مدينة تكتي صلاة أدعاوة تكتي صلاة مدينة تكتي ما نارك رسولك إله يوم يلي. فقال وحي لأجل ها إنها صلاة رغب ورهب وصلاة رغب دونس أن دون يا إلهي سبحانه وتعالى وحي أكتي سيالة ورهب بقذن أن كبق يوم عقابة إلهي عذابتي سأل ها صلاة نوع عاسة أي أن تكذيب لرسولك صلى الله عليه وسلم. وإني أن يقول سألت ربي ربي يوحى ويديستي ثلاث خصال سدح الرموت من ويديست صلاة أنت أن كتشري إلهي سبحانه وتعالى سدح الرموت أي أن ويديستي فأعطاني اثنتين لبق كم من أحسدح لي أن ويديستي إلهي ويسي ويقول هذا ها ومنعني واحدة من ويديد بل سدح الرمود النبي صلى الله عليه وسلم إلهي ويديستي محيك ليهن كو سألت ربي إلهي وحن ويديستي ويدي ألا يهلكنا إنو إلهي إنو هلاق بما أهلك به الأمم قبلنا وحيوك هلاق أمده إنو هرعي أمده إنو هرعي والله فيه بيا لغو فرعي سيد أمد نوح وكلا أمدها قيب تدوى لغو قيلي ومدها قيبت دول كبالة للرغي ومدها عقاب كلا دوان بالا مريه سلا سوكلا ومد النبي محمد عقاب وذا ساميسا إن الإلهي كهلاقين إلهي سبحانه وتعالى بان ويديستي بويلي. وفي لفظ كلاوحوها ألا يهلك أمتي إن أن أمد إذا كهلاقين بسنة أبار إيا مركا فبلاان إن أن أمد إذا كهلاقين فأعطانيها إلهي وإسيه ومدا مصيبينك ويكود عكرا قيب كميد أهل القرير ويكود من كرتا لكن أمد أوردن عقاب وذا ساميس وهل مركو وذا دعذا مرنبه مرد عيسو صلى الله عليه وسلم إلهي بويديستي إلهي نوكا أقبالينا أمد مرنبه
دبر شرين أمرك أنا بابين وسألت ربي سيدو كلا إلهي وحن ويدي سيدو يري ألا يظهر علينا إنا ننو جهيل عدو عدو من غيرنا أن النجا أهين عدو أن مسلمين تبيحذو ذا أهين أو مسلمين تأنتو كسو الدولو دبر شر أو بابية فأعطانيها إلهي نويسي مسلمين تو حيصوم مرن لبتوين بدن دجال بدن بيصوم مرن دجال ذي قدرنا تثارك كمدها أو لشيعو بغداد لب توجم مرا دجلة يفرات إن مسلمين تيمش على جوجوري بيجودي وبيجوس بدلي لكن هذا مسلمين بدن بعد قنيد مسلمين تمل دبعته ويكون مريكرتا دبعته ويكون دعكرتا لكن وح مسلمين تأوردن وده هلاجة أو ذا بابية أو عدو مسلمين تأوردن هل مردمر ترى إله سبحانه وتعالى كم سلي ذيو وسألت ربي إلهي وحن كلو ويديستي ألا يلبسنا شيعا إنا نكوح كوح إسقو كايا ديرين نو قيب كوح كوح إنا نو قيب فمنعنيها إلهي ويدين مسلم وحا لو عقابيا وإيغون إنا إسأركا إنا إيغو إستيلان كوح كوح نغضان إيغو مركا إسكو سلدمان تا أمبا لغو سلدية لكن لبدي كلا إلهي سبحانه وتعالى نبي جوا وسي هو ووكعلي وقام ليلة هبينها بين ذاك مثل النبي صلى الله عليه وسلم هو استاجي بآية آية كلية يرددها استجو كعل علنيا حتى أصبح إلى هو بريستي بالآية ده النبي صلى الله عليه وسلم هبين كأوداف واي بالمعنى هذا يقع حتى أصبح إلى هو بريستي وهي وحوي إن تعذبهم إلى هيو أمدا هدي آد عذابتي فإنهم عبادك وأضومها لي وأضومها لي إلهيو هداد عذابتد وعدالة هذا أياتك عذابي سيظلمك ما سمينيس لكن وإن تغفر لهم إلهيو هداد أدن بدافتد فإنك أذيق أنت العزيز الحكيم أذيق أيا اللي عزيز وأوبضا ومركا شرف إيحوك صاحب الحكيم حكمت بضا وأوديسا ماشي يكون هبونا يديك آيدا وحكو جرتا هذا الكيء نبي عيسى عليه السلام وإله سبحانه وتعالى وأن دعوني ملك إلهدين قال ذو نبي عيسى وإله ويدين وإله وحلو يدين يا أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله عيسى وما أذايري أنيق إيه هو يدي إلهي إيقاديكتا مركز وحيابه وكان دعونا يا أما ومركز اسكو الدفاع أيو أي كم تهيلا هيو سيدن كم أوجين أنا واحد إيش يكتي أي واحد يفرتي أي مركز أنا وش يجي حتى بقينا عذاب تين إلى هي وعدالة هذا حتى الأدم بدافع تنا وواحد مظن تاي أيضا واحد أخري نيكي لورن كذي أسمعي من لغوي أنا وها dabada wuxuu akhriyay isaga oo nin reer baadi ah la jooga ayuu wuxuu akhriyay in tu'adhibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal ghafurur rahim markaas uu ninkii reer baadi ah wuxuu leeyahay kalaamu man hadalkan yaa leh markaas uu leeyahay quraan kalaamu allah markaas uu leeyahay hadalkan hadalkii ilaahay ma maxaa dhacay buu ila asma'i wuxuu yidhi bal ku noqo markaas ku noqday asma'i oo wuxuu yidhi in tu'adhibhum fa innahum ibaduk وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم مركز نعم كاسا حذرك إلهي وحويد إلهي سبحانه وتعالى هديء عذابه سببت وحوي وعزيز شرف إيا أود إيا يعني كريتان أصاحبة وأنا حكيم حكمت لأو عذابك سنئان همج إسكاء هين عذابك ماشي كوها بونيد وديقيو لكن هديء إلهي دم بداف سمين لهانا حديثا لهانا ويسك الدين لها مع عذابين ها حكمة دو حكرا صباح إن تعذبهم مرد ليلي فإنك غفور رحيم كما شفتوا وفإنك أنت العزيز الحكيم وإن نقطة وإيه آيادة سنة النبي صلى الله عليه وسلم كاكو أخرنا يي بها يركع آيادة سكر ركوع يي وبها يسجد آيادة سكر سجود يي وكع العلن يي وبها يدعو آيادة آيان إله كبر يي فلما أصبح مكوا بريستي قال له أبو ذر للغفاري أيها وحكوين رضي الله عنه يا رسول الله رسولك إلهي
ما زلت تقرأ هذه الآية كما تزول إن أخرجت آية حتى أصبحت إلى دواب ريستي تركع بها وتكون ركوعي سو وتسجد بها وأنت كسجوديسي وتدعو بها إلى هنا وتكبريسي وقد علمك الله إلى هنا وحا أو كبري القرآن كله القرآن كأوردن أيو إلهي كبري لو فعل هذا بعضنا حديبة برك نجمد إيه أي سدن سمين لهاين هل آيات أن أي كتب كان لهاين لو وجدنا عليه ونكو قبصان لهاين ودوحانو كهل لهاين وحانو رن لهاين وقف كان دخلت بسمين أيا قال وحي النبي صلى الله عليه وسلم إني سألت ربي إلهي بن وحان ويدي استي عز وجل الشفاعة شفاعة إن إرقاء النقضة لأمتي أمضي إن أمضي إرقاء النقضة إلهي إيبت بادي أمضي ونارتك بالدادي بان إلهي ويديستي فأعطانيها إلهي ويسي إن أمضي أشفع عقاده إلهي ويسي أي النبي صلى الله عليه وسلم يلي وهي نائلة وحاني قاريسة إن شاء الله هدي إلهي دونه لمن لا يشرك بالله شيئا عدي أن إلهي شرك أصمي حديث كاسي حديث نيد غفخ مسلم كاريسة يوي إلهي سبحانه وتعالى عدي أن وحلو ذاتي وإلهي كليجي عابد شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وفكاسيه هليا أيو تلمامي وقال له رجل نبا النبي صلى الله عليه وسلم حكير يا رسول الله رسولك إلهي إن لي جارا وحليه قف درس إله يقوم الليل هبين كمو استاغا أو صلاة الليل أكو استاغا ولا يقرأ من أخريه إلا قل هو الله واحد قل هو لأم كنت كذا يرددها وكع العليا ولا يزيد عليها كما نكربي كأنه يقللها وحبد موداقفكني إنه يريستي سورة دالوتكني فقال النبي صلى الله عليه وسلم نبي قحيري والذي نفسي بيده نفتيد الله أي قعنتي سكتشرت أيام كدارتي إنها لتعدل وحي أبنغنتا ثلث القرآن قرآن كسدح ميلود مركا لو قيبيو ميل كميد أحي أبنغنتا هذا بس ده بيقول لك ده سورة قل هو الله أحد نبي صلى الله عليه وسلم حتى المامي ثلث القرآن إن يقول لك أنتم سده بيقول لك ده سولما أوران آيات كستا ألف لام ميم هذين آخرينه ألف ك ثمان درجين كهلينا لام ك ثمانين كهلينا ميم ك ثمانين كهلينا سولما أوران سورة دهنا آيات هذويريهم سيبه مركا وقود نقميسا قرآن كسدح ميلا وميلا حقا فضلي يا أجر كبير هذي أنا بذن أخريو أجر كبير ميلا كبذنين شخ حقا معناها يقول لك أنت حقا معناها أي يقول لك أنت سببت قرآن كسدح موضوع أي يقول لك هذلا كو قرآن كحكا هذلا عقيدة تتكون حي آمين يا إلهي سبحانه وتعالى حقوذي سا أيو كهدلا قيبت الله بعد قرآن كو حكهدلا وعظي يوانو أي قصوين كتيران أمدي يوري لين تسالين أيو وحي كرد عيلين ليس كيلالية ووعظي يوانو قيبت سدحادنا وأحكام ووحانا حلالا وحانا حارانا وحانا ليدينو قولي أي سيدان سمعي قيب كميد أهو عقيدة دي أه أي كهدلا يسا سورة سيدا سيوحي يقول لك أنت ثلث القرآن في المعنى لكن في اللفظ ما ثلث القرآن قفك آخرية أجر كيسة مهلا يقفك سورة آخرية لكن معنى أهم بيقول لك أنت سيدا سألو لك يداوي ها وهي صلاة الوتر صلاة وترك كان صلى الله عليه وسلم صلاة وترك وحالي إلى هذا صلاة كستة حق عاده ترئيس ليريه حق عاد صدح رقع عدود شن رقع عدود وتر بليلة صلاة ذها ترى إسكبير ذا وكان صلى الله عليه وسلم نبي وحوها يقرأ من أخرية في الرقعة الأولى ولبا وتر سلعة ذيها وصدح رقع عدود قدام بيا أي مقع سكودعة في الرقعة الأولى رقع عدود هراء صلاة وتر كأو آخرنا يي سبح اسم ربك الأعلى سبح اسم أيو آخرنا يي وفي الثانية رقع عدود اللي بعدنا قل يا أيها الكافرون أيو آخرنا يي وفي الثالثة رقع أقدم بيساء فقط كأنا قل هو الله أحد أيك تكني وكان يضيف إليها أحيانا مرمر قل هو الله وحو كدري قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس سدح يا صورة ذود أي رقع أقدم بيساء مرمر كتكني
ومرة مركم إذا أختي هذا وحو كتك ذي قرأ وحو أخي في رقعة الوتر رقعة الوتر كهي ودن بيسا بمئة آية بقول آية ذات أو من النساء سورة النساء بقول آية ذات سورة النساء وقرآن ديروي وأما الركعتان بعد الوتر لا بدل رقعة ذات الوتر كقدم بيان وتر كرقعة ما قدم بيان ها تدكم يقانان إن بدن أو كم إذا وتر لبعض الرقعات باكدم بي بعد الوتر فكان يقرأ فيهما النبي صلى الله عليه وسلم كنت كان يي إذا زلزلت الأرض يقول يا أيها الكافرون يعني مرة وحوق لجي إذا رقعات هراء عفوا هل كان أنصحه ومرة قرأ في رقعة الوتر رقعات الوتر أيو بقول آيات كنت كذي أو سورة النساء لبعض الرقعات وحكوت كذي سورة الزلزلة يقول الكافرون سأسكت كذي وايه صلاة الجمعة صلاة الجمعة وكان صلى الله عليه وسلم نبي وحوها صلاة الجمعة محكوت كذي يقرأ أحيانا مرمر وحو أخريني في الرقعة الأولى رقعة دهورة بسورة الجمعة سورة الجمعة ليلة هذو أي أخريني أمرك بقى برعة أي أخريني وفي الأخرى رقعد اللبادة إذا جاءك المنافقون أي أخرني وتارة مرمرنا يقرأ بدلها وحوك بدلنا يلبادة سورة ذات إنو أخري هل أتاك حديث الغاشية أي كبدلنا أو أخرني وأحي أما سورة المنافقون بوحوك بدلنا هل أتاك حديث الغاشية يذي الله سعوته وأحيانا مرمرنا يقرأ في الأولى رقعد هرو أخرني يسبح اسم ربك الأعلى وفي الثانية هل أتاك حديث الغاشية صلاة دانا سيدا أيوك تكنشري صلاة العيدين نبيكم حوك تكنشري وكان صلى الله عليه وسلم نبيكم وحقوها يقرأ أحيانا مد أخري مرمر في الأولى رقعة دهورة وحو أخرين شري سبح اسم ربك الأعلى وفي الأخرى هل أتاك حديث الغاشية وأحيانا مرمرنا يقرأ فيهما لبدا رقعة حوك تكنشري قاف والقرآن المجيد إيو واقتربت الساعة لبدا سورة ذات أيوك تكنشري صلاة الجنازة صلاة مركة جنازة ذي ميت لقد كذو إذا محل أخرية السنة سنة وحوي أن يقرأ في أن يقرأ فيها إن لقو أخريه بفاتحة الكتاب فاتحة إن لقو أخريه أورت صلاة الجنازة ذي لقد كذو ولا يقنع التكبيرة الأولى أفكوح أخرية فاتحة الله أكبر طلبات محو أخرية صلى النبي صلى الله عليه وسلم إبراهيم قال لي لهذا الله أكبر تكوحيته محو أخريا الدعاء للميت اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه ووسع مدخله واغسله بالثلج والماء والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم ابدله أهلا خيرا من أهله وجيرانا من جيران خيرا من جيراني دعاء ذي رايد أي مركة أخريا تكبيرت أفرادنا ولا قبح مركة قرآن ملا أخريا أن فاتح هذا أهين بين إن شاء الله وأرك دورنا مركا الله أكبر مركا أوي لا هذا السنة وحويه فاتح هذا إن لا أخريه لكن وسورة أي حديث قيد القدران سورة كله إن لقدره أي قدران ويخافت فيهم فيها مخافته خوص بنا أردقا خوص أخرين تودا بعد التكبيرة الأولى الله أكبر تأخري مركا لا يقدبه يعني أخريا سرا لا جهرا أصبر دقيا واحد دليل أو كسا أروري صلاة الجنازة مركا لتكنيو دعوينك استفتاح صلاة مركا لقالوا الله أكبر إذا الأخرين كذي إن لقو أخريو ما تيران سنة ماءها إفاتحة مبهرة إذا لقى بلاباوي ترتير القرآن وتحسين الصوت بها القرآن كمرك الأخرين يو إلا كلا ديك ديكو ترتيب لو أخريو يعدك إن مركا لغو وناتشيو إنت أينان أقلين بل إنت أينو سومرني أنسو خلاصينو وحاينو سومرني سورة الفاتحة أخرين تيدو إن الركن يتير كمتهاي صلاة قفك آن قرنين فاتحة آن قرنين وحربا إنتي هوران سومرني ودنين خلاصي ركوبا سمينه وفن قرن انه حال كفلا انه مركا سبحان الله الحمد لله لا اله الا الله الله اكبر ويراد انت كبرن ايو
سنة وحا وهي سورة الفاتحة إن أن هالمر لا يسكت دارين آيات آيات لا أخريو تلاوة هذا مالك يوم الدين إيه مالك يوم الدين لبدا بوا يبنان توا لا أخرين كرا قراءاتك ولا أخرين كرا إن هدي إمامك أكر قاضي صلاة قفك مقتدي أهي صلاة ها وإمامك كدب تكنا يو هدي وفاتحة هوس وأخريو وسيد ونعكسن هدي وكتجو أو آن وأخرنا مذهب علماء أي قبان وهي قراءة الإمام للمأموم يدا قراءة أوه فاتحة صلاة ها سرق أهي هوس لورد جيو إن لأخريو إمامك إيا مأمومك لبضبا واللوغ باهيه قرآن كالأخرنا يسورة ديه إيانا وينسوت المعنى إلى جنازة لغو صدري إن فاتحة سورة كاله لأخريو إيانا وينسوت المعنى إن صلاة الليل وحانت المعنى إيانا إن أي مرة ديراني سي مرة قاباني سي النبي صلى الله عليه وسلم حالت كستا وقار أسميني صلاة ها إن جماعة لتجينا يو إيه صلاة ظهرك يا عصرك سنة ذو إني تهيرك عدك وبعد إن لا دير يوسي أيدتك أسو قيران أي نوعينا صوت المان حق عدها دمينا إني حق عد هوريك قاب ناظر أي نسو مرن إن فاتحة حق عد كستا إن لا أخريو إن إينا أي لقم مرمان تهي أي نسو مرن وقفك إنو كتو كذا وبهن يا سورة الفاتحة وأخريو لكن هل مرة دعيسون هدي قفك مأموم كأهي إمامك أو الركوع سن أو سو قارو الله أكبر مركو يراهدو دي فاتحة ما أخرنا يو ولا الركوع يا أو الرعية انتاس سيبو درسي قهر أي نوغة المامينة وكان صلى الله عليه وسلم نبي وحو أها كما أمره الله تعالى سيده إلهي فري يرتل القرآن من القرآن ككلا ديك ديك ترتيلا كلا ديك ديكس لا هذا أم بوبسيس أهين ولا عجلة دقدق ما أنا حين بل قراءة وحوكو أخرين يي قراءة يي أخرس مفسرة لكلا دقدقي حرفا حرفا حرف حرف لو كلا دقدقي حتى كان إلى أوكاها يرتل السورة من سورة كلا دقدقة أو ترتيب أخرية حتى تكون إلى أي كنغوت أطول مت كديرات من أطول منها مت سورة كديرات سورة كديرات وحلا جا با إن عطين إنه آذو كلا دقدقو أو ب سورة هكلا كديرات يذا كدير ما كان النبي صلى الله عليه وسلم ترتيل كا أيو سمين شري وكان يقول وحن أرن شري يقال لصاحب القرآن حديث أفير سر أهل القرآن أو حديث أفير سر النبي صلى الله عليه وسلم وحو يري وحالقو أرن دونا قفك قرآن كحمبار سن ما لنت قيام ويئي اقرأ أخري با الأرن يا قرآن كي آتقاني وارتقي درچوين كچندنا فول ورتل أنكلا نقدق كما كنت ترتل في الدنيا سيدي آت قرآن كأدون كأوكلا نقدق چرتي أوكلا نقدق سببت وامحي فإن منزلك ماشاء چندك دق دونت عند آخر آية وآية أقدم بيس تقرأها آت أخري هل كيك هكذا مات كورهن هدي عن قرآن كحفظ السنة لكن دك دكو أخرين شري مرك أنا دك دكو أخرية مرك يبا أنا درا شوين كسر بقارن كنا ذا درا شك كستا درا شذا كسر رئيسا ويكسر نم عبدا أنت درا شوين كوسر رئي أقول نم عبدا ها محات كوي ذي قرآن كدك دك هذا أخر ليس بدك كوي ذي مرك قرآن كإلا كلا دك دكو هدي النبي صلى الله عليه وسلم أيها بل إلهي بافري ورتل القرآن ترتيلا قرآن كأكلا دق دق كلا دق 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 أيالا فرق وكان وحوها النبي صلى الله عليه وسلم يمد قراءته متكلا تشيدا أخرس كيسا عند حروف المد مرك حروف تمد كأمريو فيمد تسألها محمد شري بسم الله بسم الله الرحمن الله وحا كتشرة مد با كتشرة مد طبيعية أيا كتشرة ويمد سيدوك لوحمد الشري الرحمن ميمك ينونك مدبع دحية ويمد وحمد الشري الرحيم ومد ولما مركب يستغي دعار عند السكون النقرية مدودة صدن ساسو
marka uu kala digdigay jiray iyo nadiid oo kale والنخل باسقات لها طلع نضيد saas uu nabi saxan sallallahu alayhi wasallam u jiray وامثالها iyo marka meelaha lamidka ah aad nabi saxan maga quraankaas uu kala digay وكان وحو أها يقف مد كو استاغ النبي صلى الله عليه وسلم على رؤوس الآي آية ذا همد حوذ آية ذا همد حوذ بلو قوضة معها وادمات كوذ بلو قوضة معها وادمات كوذ كما سبق بيانه سيدين هر أصو عديني آية كاستمر خير لماتو وكو استاغ جرين اسكو موحر جرين وكان وحو أها صلى الله عليه وسلم اسكو حرد ويبنان تاعي لكن هذه النبي نكاه ضينا نبي حسمين جرين أي نكاه ضينا وكان وحوها النبي صلى الله عليه وسلم احيانا مرمر يرجع متكع العليا صوته بدكيسا ها كما فعل يوم فتح سيدي مدع العليا ايها صوت كيسا كما فعل يوم فتح سيدي سمي ما ننتي لفري فتح مكه مكه ما ننتي لفرتي وهو على ناقته اسقوا مركا دابدي سي سارا isagoo daabadiisii saaran ayuu nabigu sallallahu alayhi wasallam wuxuu akhrinayay yaqra'u wuxuu akhrinayay suurata al-fath suurata inna fatah inna fatahna laka fathan mubiina ayuu nabigu sallallahu alayhi wasallam akhrinayay jazakallahu khair inna fatahna laka fathan mubiina ayuu nabigu sallallahu alayhi wasallam akhrinayay dabadeedna qira'atan layyinah أخرس مكاد دبعسن أو تلعسن أيوكو أخرني وقد حكى عبد الله ابن المغفل وحو مكا كوري أو كشيكي ترجيعه نبو صلى الله عليه وسلم العلنتيسي هكذا آئن لها سألهان آيات وعدك كقرحيني عدك إنو كقرحيني أي نبو صلى الله عليه وسلم وكسوري وكان يأمر وحان فريج الإصحابة بتحسين الصوت حقاچنت هي قرحنت عدك فيقول وحورن جري زينوا القران باصواتكم قرانك كقرحيا ك نامونديه قرانك عدكينا وي فان الصوت الحسن عدك وناكسني يزيد القران حسنا قرانك قرح بزياديه ويقول وحكل اورن جري ان من احسن الناس صوتا أفك أقعد قروح بذن ذاتك بالقرآن قرآنك الذي إذا سمعتموه وقفك مركة آدم قشان يقرأ إساقو أخرني حسبتموه آدم ليسان يخشى الله إن إلهي كبقى يمكا خشوع إنوكو أخرني أفك عد كيسة يعني سدو قروح سيهي آدم وذي سد قفك أساقو قروح بذن عد كيسوي وكان يأمر وحان النبي صلى الله عليه وسلم فريج لصحابة إيا أمدبا بالتغني إن لقلو قيو بالقرآن وقرآنك فيقول وحوراً جري تعلموا كتاب الله كتابك إلهي برتا وتعاهدوه شوك تيه أو مركا إهل لنقضة أو مركا استعين كحرنا ذوي واقتنوه هايستا وتغنوا به كلو قي فوالذي نفسي بيده إله نفتيذك عنتي سأي كتشرت أيام كدارتي لهو أشد تفلتا قرآنك أيا كبحس شبضا من المخاض في العقل نيفك مركا دليا سيدا مش الوحري أما دبرك الوحري وقبحس ذو أي قرآنك وقبحس شو بيه حولها وحن نقانا ولبا جيلا أوكالي marka ay dhalayaan yey fool qararin balaydaana neefku fool baxsanaya inta badan fooshu way la qararaysaa neef isagoo xanuun baahaye isagoo qararay oo tagay ayaa la arkaa marka sida neefkaasi uu u baxsanayo oo dabarka loogu xajinayo oo loogu celinayo ayaa quraankuna u baxsadaa way hadii aanad markasta akhrin oo aanad xidid wanaagsan la lahayn way yiqulu nabi sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri laysa minna annaga annaga ma mid aha يعني أمد المسلمين كما مد أها من لم يتغنى بالقرآن وفكا القرآن كما كان كله قيل أنت سوح الله ساريا يعني كمالك يضم يسترك يا الله ساريا وفكا يعني تكفير ما أمد هدي جيدي وناك سنة ورما يسترن ما هيستوي وفكاسي
وفكان قرآنك كله قين ويقول وحكى أورنج للنبي صلى الله عليه وسلم ما أذن الله لشيء إلهي سبحانه وتعالى مدغيست شيء ما أذن أنت أودغيستي أما كأذنه دغيستيس لنبي النبي حسن الصوت عتق رحبدا حسن الصوت عتق رحبدا وفي لفظ وحوها حسن الترنم دنن وناكسن يتغنى كل قي بالقرآن قرآنك يجهر به إسقو كرء قاضي نبي الله داود أيا وحوها نبي وعتق رحبدنا إله سبحانه وتعالى أخلص كسود قيس انشري حديث كان وضعيف بي علوة المامان وضعفي أيا لقش يا قوي وقال وحوك لو يجري النبي صلى الله عليه وسلم لأبي موسى الأشعري أبي موسى الأشعري أي وحوك يجري رضي الله عنه لو رأيتني حداد أبو موسى وإأركي لهي وأنا أستمع أنيق أوردقي سنية بقراءتك البارحة أخرس كاقي حلقات كنت كنيس النبي صلى الله عليه وسلم حسو أمري إساقو سلاة الليل تكني أبو موسى وحكم دها صحابتي وعدك قروح بناي مركا عدك سي قروح بنا أي النبي صلى الله عليه وسلم سورة جيست إسوا مركا صلاة كنية لقد أوتيت وحل قسي أيوري مزمارا من مزامير آل داود عد قروح بنان عدك نبي داود أولها أو كلا كمدة مزمار وعدك قروح بنا عد سي فير آل داود آل داود حلوري كذا نبي داود مركا آل مرمر وحلا استعمال أيضا قفك كذية لولا تشيدو وايه مركا وحول النبي صلى الله عليه وسلم تلماما يا إنو عود قروح بدنا وسيدي نبي داود وعود قروح بدنا ومركا عود كيس قيب كم يدولها فقال أبو موسى أبو موسى الأشعري مركا وحولي لو علمت هدان أقان لها مكانك هل كآد مركا تشوكت رسولك إلهي يندي بقي سنيسي لحبرت لك وانكو قرحين لها ها يريد تحسين الصوت وحدون يا مركا أو شيغي عد قرحين تحبيرا قرحين يعني عدك أيان آتكو مركا لحمين لها يكو قرحين لها أيو يري انت أينان قرآن كعدك لغو قرحيو أينان كبحين وحاهبون إنو يعني تلمانو قفك قرآن كأخرين يا إن قرآن كهيس لغا dadka quraada ah ee quraanka akhriya qaybtood waxa mooda inay music ka dhigeen of quraan akhmay oo xarqisa saaleh oo yaani lahan caadiya quraanki ka dhigaya arinta saxma akhris ka aad akhrinay sid waa inaanu kabixin heerki tajwiidka ee loogu talagalay xarakadii lixdi xarako ee loogu talagalay xarafkan madka in la jiido inaanu ziyada ka noqon weeye dawaaqi iyo qaabki loo soo saaray xarafka sifadiisi iyo makhrajkiisi aanad ka kaxayn ha inta hadii aad ku qurxisid waa si wanaagsan laakiin inaad hees caadi ka dhigtid oo quraanka sidii heestiyo kala loo akhriyo waa arin laga fiican yahay arin wanaagsanayn weeye quraanka hal qurxiyo laakiin yaan laga kaxayn quraannimadiisi yaan laga kaxayn weeye waxaan ku dareynaa insha Allah intan yar الفتح على الإمام إمامك قرآنك مركو كو استاغو إن لو فرو مسألة سيقود آن أتلمانو جمهور توحي قبان قرآنك إمامك هديئو كو استاغو آيادة هديئو قرنوايو أو اسكود دايو إلا محلقة يابا إمامك مركو كو استاغو آيادة سيقو قو تدبرو أما أو آيادة كو سعشدو هايسكو دايو إن حوغا وقت الله سييو لكن هدوكو استاغو أو دقاتشن وايو إن لو فرأيي جماهير تقبان فرداسي مر وعلاقا مرمان واجب بين نقونا إسا سورة الفاتحة أو كالي دي إمامك أو خلدو أما أو قرن وايو خلد معنيه دي كاكحيني أو خلدو أما أو قرن وايو أو استاغو لان ويدع كارتا إن فاتحة دلفتي داي مرمان كوشرت قرانك ومعجز ومعجز إن فاتحه لفتي الملك هذا استأجته والله فريا سوتوا محي فاتحه وركن يثير كمدة صلاة لا تكني لكن القرآن ككلا تير معه مركز صحابي صلاة أي فاتحه كتهاجن
marka waa loo furaya inta kalena waa jawaas bay ilaahay quraanka intiisa kalena way banaantahay furitaankeed ahnaaftu iyagu waxay leeyihiin qof imaam ku daba tukanaya hadii uu imaamku intuu khaldo uu u furo qofka salaadiisu way burtay ahnaaftu iyagu saasi leeyihiin الفتح على الإمام إن أي تهي قف كاسي أي بطلان تهي لكن جماهير تسلا أي كتكتي أي صحة وحونا أكسنا وهدي النبي صلى الله عليه وسلم أها نبي نورن شري حقي حجان أولي الأحباب منكم تتك أهل القرآن كأه إن إمام كحجان هدي إمام كخل ضمان قف كحجا ومركا أصحى وأن صفك دم بلقى قيلين إمام كنا تشويش إسقوا أن مغلين لجلين يقف كحجا dad ka ahlul quraan ka inay noqdaan hadii imaamku wax ku dhacaan weesadu ka jabto ee uu xanuunsado deecid bedeli karta ay meeshi marka ay soo gasho marka waxa fiican ahlul quraanku markasta inay sufufta hore ay ku jiraan ayaa wanaagsan wa sanna sallallahu alayhi wa sallam nabigu wuxuu sunay al fatha ala al imam imamka in sara quraanka loo furo idha lubisat alayhi al qiraa hadii qiraa'adu marka ay iska dhex gasho فقد صلى صلاة النبي صلى الله عليه وسلم صلاة بوتو كذي فقرأ فيها وحوكو أخري قرآن بوكو أخري فلبس أما فلبس عليه قرآن كيبا مركا سيخل ضمي فلما انصرف مركي أسرى دي كبحي هديبا آيادو كوچرتو محاد سمين كرتا هديبا آيادو أي كوچرتو واتكر ركوع عيسى واتكر ركوع عيسى هلكا هدي عيد كوشي قويدو هلكا مباد سقر ركوع عيسى ويه dadna nagu salaatay sidii buu sameeyay oo ku rukucay markii saxaabadu u sheegi waayeen falamma sarafa markuu ka baxay qala li ubay ubay ibn ka'b oo kamid ahaa saxaabadii quraanka qori jiray xifaaldan ahaa ayuu wuxuu ku yiri asalayta macana ubayow manala tukati qala wuxuu yiri nacam ha rasuulka ilaahay wayna la tukaday qala wuxuu yiri ma fama manaaka maxaa ku diiday hadaba an taftaha calaya inaad ii furti inaad suurada ii sheegtid maxaa ku diiday صحابي وحو كبقي النبي صلى الله عليه وسلم القرآن كله جسوا دكية سيبات قرآن جو شيء ها لكن هدي جو حوية هدي إمامك وكو استاجو أخرين كريوايو دقاتين وايو أما أو وح معنيه دوية أو معنيه خلطية وكل دقاقو إن لا فري كرو أيها تدك غير تود يجو عن حفاظ هاي بيا مذا دبان قرآن كو متشابه بدن بولي قرآن بدن السؤال بولي meel baad malaynaysaa dabada imaamkii maanta oo dhan ku dhibayaan inay ku celceliyaan oo marba waxaad moodaa in la isku bahaystaba arrintaasina sax ma aha arrintaasina sax ma aha imaamku markuu u baahdo in loo furo weeye ama uu akhriyo wax macnihii oo dhan ixaalat almacna samaynaya markaa uu in loo furo weeye oo aan markaa tawasuc lagu samayn insha allahu taasina kusoo koobayna subxaana rabbika rabbil izzati cama yasifuun wasalaamun cala almursaliin walxamdu lilahi rabbil caalamiin وحسوهالا تفضل شيخنا وسؤال ونكسن قفك النبي صلى الله عليه وسلم يقال لقارئ القرآن اقرا وارقى ورتل كما كنت ترتل في الدنيا هذا وما قفك اهل القران ك يعني قرانك معنيه سغرانيا ما قفك حفظ سن امبا ما يقفك قرانك غرانيو اخرين كروي اخرس بالا شيغي معنيه لما شيغين احكام كان لما شيغين ان قفك قرانك حمبارسن لا اورن دون قرانك اخري دبدهن هلك او كغاارو اما اخرس كيسو او كدمادو oo jannada ka gali doono ayuu xadiidku waa nabi sallallahu alayhi wasallam ku tilmaamay waana fadli iyo wanaag ahlul quraanku ay leeyihiin oo qof waliba inuu quraanka ku dadaalo oo uu dadka ka mid noqdo ay tahay inuu aad ugu dadaalo weeye fadl sheekhana salaatul layl nabi sallallahu alayhi wasallam sidoo u tukan jiray aaysha waxa la weydiiyay salaatul layl kiisay buu ahaa waxa tiri mathna mathna laba laba rakcadood bay صلاة الليل كان النبي صلى الله عليه وسلم لما سوورين إن أي ركعة ذاكو كوبناين إنتي أودونا أي وقف كتوكن كرا سدح ركعة ذاك ركعة كليا أوير وحان أوبدا إنتي أودونا
intii uu doono ayaa ugu badan hadaad saddex ragcadood ku tugan kartid way fiican tahay keliya labada ragcadood waxaa la rabaa inaad ku soo gabagabaysid un witir ha witir inaad ku soo gabagabaysid oo witirka ay salaadaada yani aad ku soo dhammaystirtid baa wanaagsan laakiin wax lagu xadiday ragcado tiradood ma aha salaatul wufriy تفضل شيخنا حدي او كو غاب صدو سالهان عشاء ايغا مركو توكدي و خويسي ما بسو كيي كريسي عشاء ايغي بو توكدي صدح رقعدودا و ويتيرا بو توكدي صلاه الليل كيس واو دمستري صلاه الليل قفكاسي و توكدي وانا سيده اوغو وناغسن وحا لكن اد او وناغسن نفتادا اناد عليس بدن سارتيد او اناد هدو ديب aad uga soo guuratid waxa ka wanaagsan wax yar oo aad awoodaysid oo aad joogteyn kartid waayo nabi sallallahu alayhi wasallam wuxuu tilmaamay ilaahay wuxuu ugu jecel yahay amalka waxa la daaimo ee la joogteeyo saddexda ragcadood hadii aad joogteysid khayr badan baa kugu sugan salaatul layl way kugu filan tahay haa waa kugu filan tahay way حديث هذا أن كو أركي وأن أركي الله رقع عدود صلاة الوتر كسيدة يدبا وسدح رقع عدود أما هل رقع عدود لو قدن بيسيو هل رقع عدود لو قدن بيسيو ويا وتر حديث كوحيونات المامي إنو رقع عدي وتر كان نبي صلى الله عليه وسلم وصورة أخرية يعني بقول آيادو صورة النساء وأخرية لما رقع عدود وكدن بيسيين وسيدة أخرية لكن النبي صلى الله عليه وسلم وقتي سوى وبدنا وترك فقعد داس قدام بيسا إنه وحبا كدام بيجي لكن النبي صلى الله عليه وسلم إنه سمي أي مركة حديث أموتيني حديث سنة وقال أموتيني وأنا تسمين كفتايا حدا تسأل أهان صلاة بدو حدا تكتي تراويح لي تتي مصلين تاها وترك يدين واتكتي تهجد بعد أصوى كعضي موحد أوران وتر بان توكني سلاة دم يما توكني مايا تهجد كوا توكني سلاة لكن وتر كوا دم به لما توكني سلاة ويا وتر كا بهرات أسوى توكتي ها بكا سلاة وتر كا وحوالا قدم بيسين كرا واحدة بعتا ملاح لكن هبين كي سلاة وتر إنو مركا ليه هي والا قم مران ساسف يعني ها oo tukan kara marka salaatul layl kale oo tukan kara ha hadii ay ku dhaafto oo salaad subax aad ku kacidna de sidaas salaatul layl kaga horad soo tukantay hadii ilaahay subxaanahu ta'ala ku toosiyo oo aad kacidna laba laba ragcado in baad tukanaysaa salaatul layl ha fadal jaha ha gaafiliinta lagu ma daro ha way banaan tahay masxafka in laga akhriyo wax mancya ama wax diid ma ah oo ku soo arooray masxafka in laga akhriyo ma jirto bal adiga oo imaam ah oo dadka imaam u ah inaad kitaabka akhrisid wax dhibaato ah ma laha wax dhibaato ah diin ahaan cid waxyaabaha diinta ah waxa la rabaa in adilo marka diideysa ay soo aroorto adilo diideysa ma soo aroorin إن كتابك الله آخرين كرم مصحفك حفظك إن أتك آخرين كرتيدنا وحديد يا مسؤول أولي مركا الله بذبا قفك حد بوحا أفوذد وصمين كرا دي مصحفك أفوذد يهي أو إنت عاد تسالهان رحلقي أثرت هذا دي قتيد كتاب وين كلفورتيد أو الله بدأ بيش يكون مغدا إنت تكتو كتيد الله بذرك عضو أتسكر ركو عدو هدون الرو قتيد الله بدأ بيش يكلسا كتو كتيد وحد بحتا مالا ها هذا الموبايل كي آخرين كرتيد أو أتكتو كن كرتيد وحد بحتا مالا إنت بوات سمين كرتا كالقراءة من المصحف أما موبايل كين لقى أخريو صلاة المكتوبة كنايو وحدي دني بجرا ها وحمن عيوك صاروا لي بجرا ها ها سور كاسة كم دعائل ها نبي صلى الله عليه وسلم سيدة دبا سورة قارة مدى هي مجرين سيان ومدى سورة دا كليو دور فريسا وكلا تروع بسمين جري وكلا بدل جري سورة دها وكتو كنايو وي نبي صلى الله عليه وسلم وايه ان شاء الله استعادتي ايو وحين ندب حدي ان شاء الله ايو التفل في الصلاه لدفع الوسوسه
أي من درسي هذا إن شاء الله وكبد أبي دونا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.